Şurada kadar. العادة صارت على 34 شكرا على حسن فعلي أكثر من هيك، مش عارفة ليش يعني لما تبلش الامتحانات يصير الحضور كثير سيء، وانتوا قاعدين بالبيت شو فارقة معكم؟ على كل بنبلش نعطي محاضرة، إن شاء الله تكونوا مستعدين عشان بكرة، ركزولي على الأشياء الأساسية، على الهايبرتنشن، الكلاسيفيكيشن، دراج تشويسز ان جنرال، الأكيوت هايبرتنشن، الهايبرتنسي كرايسيس بأنواعه، الهارت فيلير، الكلاسيفيكيشن، شو بعطي بكل كلاس، بعض المعلومات عن الأدوية اللي حكيناها وشرحناها مهمة، بالهايبر ليبيديميا كلاسيفيكيشن لو مودريت هاي وفيري هاي، شو يعني شو الـ LDL جول، امتى بعطي الدراج ثيرابي، شو الجايد لاينز لليوز اوف ستاتين، معلومات عن الأدوية، امتى بعطي كومبينيشن، شو الداعم للكومبينيشن، يعني لما بعطي مثلا فايبريت مع ستاتين فور ترايجلسرايد ان ال دي ال، فايبريت مع نياسين فور ترايجلسرايد ان اتش دي ال، نياسين مع ستاتين فور اتش دي ال اند ال دي ال، مثلا ايزيتيمايد مع الستاتين او مثلا الريزن مع الستاتين فور هاي ال دي ال، مع مراعاة انه الايزيتيمايد احسن من الريزن لحتى انه يعملوا لي ريدكشن بالال دي ال، بنفس الوقت بياثروا لي على الترايجلسيرايد بيقللوا لي اياها شوي. بالنسبه ل الهارت فيلير، الاكيوت هارت فيلير ركزوا عليه كمان، سبست شو هي، شو يعني، شو بعطي لكل وحده، معلومات هيك يعني مش detailed information about medications بشكل عام، امتحان straight forward للي دارس طبعا مركز، يعني أنا بحكي لكم هاي الأشياء الأساسية اللي لازم تعرفوها، طبعا أكيد في أسئلة straight يعني مش scenarios ولا يعني أسئلة عادية، معلومات عن ال heart failure أو ال pathophysiology أو يعني risk factors بشكل عام. أو إجاني سؤال من طالبة بتقولي دكتورة إنه أنت حكيتي لما المريض ياخذ بيتا بلوكر في الهارت فيلير ممكن يصير في عنده worsening symptoms، يس حكينا إنه ممكن يصير عنده mild edema أو moderate edema أو severe edema، وحكيت إنه بالمايلد edema إذا صارت من زيت دوز الدياريتك، إذا كان بياخذ دياريتك أو نعطي دياريتك إذا ما كان بياخذ، إذا صار عنده مودريت إدمان بنزيد الدوز اوف دياريتك وبنفس الوقت بنقلل الدوز اوف بيتا بلوكر، قلت اذا صار في عنده سيفير سيمبتومز وي ماي كونسيدر ديسكونتينويشن اوف ذا دراج، بس الديسكونتينويشن انتبهوا ما بيصير ابربتلي سدن ويذدرول اوف بيتا بلوكر از نوت ريكومندد، يعني فيرست وي هاف تو ريديوس ذا دوز اوف بيتا بلوكر اند انكريز ذا دوز اوف دياريتك. اذا المريض بلش هيك مين اللي دخل على الخط، عشان هيك بالاول بنقلل الدوز يعني في لغرض انه eventually نوقف الدواء، بنقلل الدوز اوف بيتا بلوكر وبنزيد الدوز اوف دياريتك، اذا المريض واحنا بنقلل الدوز صار يتحسن بنقدر نضلنا نخليه على البيتا بلوكر مع لو دوز، لكن اذا ضلوا سيء بنضلنا نقلل الدوز لحتى نوقف البيتا بلوكر. اوكي شو كمان في اشياء ثانيه تقوليش كتير على موضوع الـ 81 والـ 82، يا ريتني ما حكيت 81 و 82، يعني أنا جبت قلت لكم الـ ARBs تشتغل primarily على الـ 81 لأنه الـ expression للـ 81 بالجسم كبير، الـ 82 ما عليه selectivity، فعشان هيك لما بيربطوا الـ ARB بالـ 81 الـ excess angiotensin 2 اللي مش لاقي مكان يربط فيه ممكن يربط على الـ 82 اللي ممكن يعمل hypertrophy، حكيتها بس هاي لكم it's not يعني a concern لأنه أثبتت بالـ animal studies وليس بالـ human studies. هلأ
لما حكينا عن دواء اللي هو الساكوبتر فالزرتان ال سي دي اللي هو النيبريلازين انهبيتر، حكيت لكم انه من كون النيبريلازين بيعمل لي ديجراديشن لل AT2 وللنايترايتك بيبتايد، ولما بعطي انهبيتر بيزيد النايترايتك بيبتايد، بس كمان بصير عندنا اوفر اكسبريشن اوف AT2. هذا الشيء بيخلي انه الانجيوتنسين 2 كونه هلا صار عندي اوفر اكسبريشن لل AT2، انجيوتنسين 2 انه يربط فيه بشكل اكبر ويعمل لي هايبرتروفي. عشان هيك احنا بنعطي مع السكوبتر اللي هو نيبريلازين انهبيتر نعطي فالزلتان اللي هو ارب، حتى نضمن انه يقدر يربط على الاي تي 2 كونه هلا اوفر اكسبريس. في ناس قالوا لي طب ما هو الاي تي 1 كمان موجود، يس بيربط فيه، بس هو لانه عندي الاي تي 2 اوفر اكسبريس حيربط كمان على الاي تي 2 ويخفف من هذا الديليتيريوس افكت. اوكي، بديش كثير تضلكم تدقوا على هذا الموضوع، انا بدي تعرفوا بشكل عام لايش بيستخدم هذا الدواء، شو الانديكيشنز لإله. يعني انا بحكي فيزيولوجي اوقات عشان افهمكم ليش حطوا الكومبينيشن اوف ساكوبتريل مع الار، بس انتم بهمكم انه هالكومبينيشن شو الغرض منه، هو بديل للايس او الار، ما بيصير نعطيه توجذر مع الايس او الار، لازم نعمل واشنج اوت بيريد 36 ساعه، ما بنقدر نعطيه الا اذا المريض كان فعلا توليربل للايس او الار، وبعدين انا ببدل بدالهم لما المريض يكون سيمبتوماتيك لو ايجكشن فراكشن ديسباي ذا يوز اوف ايس او ار. هذا اللي بدي اياكم تعرفوه بالدرجه الاولى. هلا بدنا نكمل اللي بلشنا فيه المره الماضيه. المره الماضيه بلشنا نحكي عن الاسكيميك هارت ديزيز، حكيت لكم الاسكيميك هارت ديزيز ينقسم الى كرونيك ستيبل انجينا والى اكيوت كورونري سيندروم. والاكيوت كورونري سيندروم هم الناس اللي عندهم انستيبل انجينا ولسه ما صارت ام اي، او الناس اللي صار عندهم ام اي. بهالمحاضرة رح نركز على treatment of chronic stable angina اللي هي الانجينا بتصير with exertion or with effort or with exercise و can be relieved by resting or by use of sublingual nitroglycerin. من ناحية الباثوفيزيولوجي حكيت لكم هي الانجينا اللي بتكون الليبيد كور محاط بثيك كاب، بيكون البلاك ستيبل صعب انه يصير له ربتشر، عشان هيك بنحكي عنها ستيبل انجينا. هلا مرة الماضية حكينا in general the treatment of angina بيعتمد على proper diagnosis. We have to do proper diagnosis to confirm the presence of ischemic angina. After that, we have to control the underlying risk factors. يعني المريض إذا بدخن، وقت التدخين، hypertension, we need to control the blood pressure. Dyslipidemia, we have to give the patient appropriate drugs to improve the lipid profile حسب شو المشكلة عنده. Obesity لازم يقلل وزنه ويلعب exercise. Metabolic syndrome يعتمد على lifestyle modifications بالإضافة إلى الستاتينز، طبعا إذا diabetes نعمل control للبلد glucose وهكذا. هلأ بالنسبة للspecific يعني goals for the treatment of ischemic heart disease، بالدرجة الأولى الـ main goal is to prevent acute coronary syndrome and death. مريض عنده chronic stable angina، one of the major goals إنه نمنع إنها الستيبل أنجينا تصير acute coronary syndrome وتؤدي إلى MI و mortality. حتى مرضى الأكيوت كورونري سيندروم، مريض الأنستيبل أنجينا الهدف إنه ما يصير عنده إم آي وده، مريض الإم آي ما يصير عنده ريكارنت إم آي وده. So this is a goal for all patients with ischemic heart disease. And we can target this goal by giving medications that are known to prevent platelet aggregation with thrombosis, to prevent the MI, and to stabilize the atherosclerotic plaque, and to provide cardiac protective effect على الهارت. فهدول هم الانتيبليتلت اللي هو الاسبرين should be given for all patients with ischemic heart disease indefinitely as long as they do not have contraindication للاسبرين. نفس الشيء الستاتين، احنا اتفقنا قبل هيك بالديسليبيديميا all patients with ischemic heart disease they have to receive a statin regardless of baseline LDL. هلا الستاتين انا مش باخذهم بس علشان اني اعمل يعني كنترول على LDL والليبيد، لا احنا بنعطيهم هون بالدرجه الاولى لانهم إلهم pleiotropic effect. They stabilize the atherosclerotic plaque. They reduce the C-reactive protein. They reduce the inflammation. They reduce the thrombosis. فهم إلهم multiple pleiotropic effects that are good in patients with ischemic heart disease. يعني beneficial لمنع التطور أو the progression of ischemic heart disease. بالإضافة لذلك أكيد الأيس inhibitors والبيتا بلوكرز، لأنه حكينا إنهم cardioprotective medication بيحمي القلب. In the setting of reduced blood supply. ما تنسوا إنه المريض عنده reduction بال blood supply to the coronaries that supply the blood to the heart. عشان هيك كتير مهم إنه يكون في عنا limited blood supply
على الهارت انه نحافظ على الفانكشن اوف ذا هارت باي ريدوسينج ذا ديمانس. واحنا البوث البيتا بلوكرز والاي اس ام انهبيتورز كان ريدوس ذا ديمانس اون ذا هارت، يعني بتخفف اللود عليه. في نفس الوقت الاي اس ام انهبيتور كان اوسو امبروف البلاد سبلاي، ليش؟ انها بتقلل الافتر لود، يعني بتحسن الكاريك اوت بوت وبالتالي بتحسن البلاد سبلاي لكل جسم انكلودينج الكورونري ارتريز. عشان هيك احنا بنحب نعطيهم. لكن مش كل الناس اللي عندهم اسكيميك هارت ديزيز بياخذوا هاي الميديكيشن. احنا اتفقنا الاسبرين والستاتين should be given to all patients indefinitely as long as they do not have contraindication. لكن ال ACE وال beta blockers بالنسبة للكرونيك ستيبل انجينا they are not given to all patients. هما بينعطوا إذا المريض عنده acute coronary syndrome indefinitely، لكن إذا المريض عنده بس chronic stable angina ما بعطي دغري beta blocker أو ACE، إلا إذا المريض عنده specific indication يستدعي استخدام إما الـ ACE أو الـ beta blocker. For example إذا المريض عنده ischemic heart disease and hypertension بعطي ACE. إذا المريض عنده ischemic heart disease زائد diabetes بعطي ACE. إذا المريض عنده ischemic heart disease زائد CKD كمان بعطي ACE. إذا المريض عنده LV dysfunction أو MI بعطي ACE وبعطي كمان فوقيهم beta blocker. إذا المريض عنده specific indication لحتى ياخذ الـ ACE أو beta blocker اللي سبق أخذناهم يس بعطيه بحالات chronic stable angina. Otherwise إذا المريض ما عنده لا hypertension ولا CKD ولا diabetes ولا heart failure ولا LV dysfunction ولا MI ولا كل هذا الحكي، يعني فقط chronic stable angina، فهذا المريض بيكتفي مبدئيا أنه ياخذ statin and aspirin بالإضافة لل lifestyle modifications. أوكي هلا السكند جول بالاسكيميك هارت ديزيز اني اعمل كنترول للانجينا سيمبتومز. المريض بيحس بشست بين متكرر، فانا بدي اعطي ميديكيشن تو كنترول السيمبتومز، وهاي الميديكيشن بتكون من صفاتها اما بتقلل الديماند على الهارت او بتزيد البلد سبلاي. هلا اولويز الفيرست لاين ثيرابي تو كنترول الانجينا سيمبتومز ان بيشنت وذ اسكيميك هارت ديزيز هو البيتا بلوكر، لأنها بس medication to reduce demand، بالإضافة إنه إلها long term benefit على mortality والmorbidity وممكن تحسن الإجكشن fraction على long term. هي أدوية تفضل إنه نعطيها لمرضى الإسكيميك هارت ديزيز as first line therapy to control angina symptoms، هذا given إنه المريض ما كانش ماخذها لسبب تاني. يعني ممكن يجينا مريض من البداية عنده مثلا heart failure أو LV dysfunction مع إسكيميك هارت ديزيز، وهذا من البداية بدي اعطيه ستاتين واسبرين وايس انهبيتر وبيتا بلوكر. احنا متفقين انه مريض الهارت فيلير ستيج بي سي ودي بده ياخذ ايس انهبيتر وبيتا بلوكر، فهو عنده من البدايه انديكيشن تو ريسيف البيتا بلوكر. فهذا المريض اذا اجاني واوريدي عم بياخذ البيتا بلوكر وبيحكي انه انا بشكي من سيمتومز وانجينال سيمتومز كثير، معناته بصير افكر باذر ميديكيشنز اذر ذان البيتا بلوكر زي الكالسيوم شانل انتاجونست وزي النايتريت. لكن اذا المريض ما كان عنده انديكيشن تو ريسيف البيتا بلوكر وكان ياخذ مثلا ستاتين زائد أسبرين، ممكن زائد إيس إذا عنده يعني هايبرتنشن أو whatever، لكنه ما بياخد البيتا بلوكر لأنه ما عنده إنديكيشن تو ريسيف البيتا بلوكر. فإجا بحكي إنه بيشكي من إنه الأنجينا سيمبتومز تجي فريكوينت أتاك وصار يخاف، شو ممكن يعمل؟ في هالحالة البيتا بلوكرز هم الفيرست لاين تو ستارت ويز. معناته البيتا بلوكر إز ذا فيرست لاين إيجنت تو ستارت ويز تو كنترول الأنجينا سيمبتومز إف ذا بيشنت واز نوت ريسيفينج البيتا بلوكر تو أنذر إنديكيشن. هلا نفرض انه البيتا بلوكر اخذ المريض والمريض رجع يشكي انه عنده frequent angina symptoms وانه عم بيضطر يستخدم اشي اسمه sublingual nitroglycerin اللي هو rescue medication rescue vasodilator، بياخذ المريض والنيدل وغلط انه ياخده frequently لانه suggest انه بحاجة الى long acting vasodilator to control the symptoms. في هالحالة اذا البيتا بلوكر ما كان كافي بصير افكر اما اضيف calcium channel antagonist او nitrate. إذا كان الضغط عالي بمعنى أكثر من 130 على 80 بعطي كالسيوم شانل أنتاغونست، إذا تحت ال 120 على 80 بعطي نايتريت. Both of them are vasodilators. They dilate the arteries. They improve the blood supply. فعشان هيك بيحسنوا ال angina symptoms in the patient. بالنسبة للكالسيوم شانل blockers the drug of choice most of the time is dihydropyridine either the use of fludipine أو أمنودوبين. Both of them are long-acting calcium channel antagonists. They provide full coverage over time. Short-acting calcium channel antagonists, they nifedipine and nicardipine, they are not recommended لأنه they do not provide long-term coverage على الpatient والمريض بحاجة إلى frequent dosing. بالإضافة أنهم بيعملوا لي reflex tachycardia اللي could exacerbate الإسكيميا. عشان هيك هلأ في عنا مثلا new formulations مثلا نيفيدبين او نيكاردبين اكستندد ريليز
اللي هم associated with less reflex tachycardia and they provide longer coverage لل patients. They can be used بال ischemic heart disease. بالنسبة لل non-dihydropyridines, the verapamil and diltiazem, in general they are not recommended in ischemic heart disease because they are negative inotropic and chronotropic agent. They could exacerbate the ischemia, خصوصي when given with beta blockers. So a combination of beta blockers and non-dihydropyridine is not recommended. يعني إذا المريض بياخد beta blocker وبدي أضيف calcium channel antagonist, أكيد ما بضيف ال non-dihydropyridine, بضيف فقط ال dihydropyridine. كمان يعني مرات ممكن نستخدم الكالسيوم شانل انتاجونست از ان الترناتيف للبيتا بلوكرز اذا المريض عنده سبب يمنع استخدام البيتا بلوكر. نفرض انه المريض صار عنده سيفير براديكارديا ما بيقدر ياخذ بيتا بلوكر, وي كود جيف كالسيوم شانل انتاجونست, واكيد بعطي الدايهايدروفيريدين اللي هم الامنيدوفين والفيريدوفين. هلا ان ثيوري اذا انا بدي افكر النون دايهايدروفيريدين اللي هم الفيرابيميل والدلتيازم ار مور افكتيف ذان الدايهايدروفيريدين تو كنترول الانجينال سيمبتومز, لانه انا النون دايهايدروفيريدين هم فازو دايليتر, they can improve the blood supply and they can reduce the demands on the heart لانهم نيجاتيف كرونيك ايجنت. So in theory they should be better than الدايهايدروفيريدين to improve symptoms of angina. However, لانه most of patients of يعني ischemic heart disease بيكونوا ياخذوا بيتا بلوكر, ما بصير اضيف النون دايهايدروفيريدين. ولانه كمان a lot of patients بيكون عندهم LV dysfunction او heart failure it's not recommended to give non-dihydropyridine. هلا ممكن انا اعطي اذا المريض ما بياخذ بيتا بلوكر وكان عنده الاجكشن فراكشن طبيعي, يس ممكن, لكنه مش كمان الكومن اني اعطي dihydropyridine, لانه still in the setting of fixed blood supply او reduced blood supply على الهارت لو بعطي non-dihydropyridine there is a chance انه يصير في عندنا exacerbation للreduction ال ejection fraction و exacerbation لل ischemia over time. عشان هيك احنا بنحب in general to give dihydropyridine. Okay, another choice of medication we could give هو النيترات. النيترات تعرفوا زي ال isosorbate dinitrate والmonosorbate nitrate اللي هم longer acting nitrate than the sublingual nitroglycerin اللي can provide only few hours. Nitrate في عندنا short acting و long acting. Short acting sublingual nitroglycerin اللي هو المريض دائما بدي يخليه بجيبته مجرد ما يحس بالchest pain لازم ياخده, لكن the frequent use of sublingual nitroglycerin suggests ان المريض بحاجه الى long term anti angina therapy لحتى تمنع انه يصير في عنده frequent symptoms. النيترات بنعطيه in addition to beta blocker لما بيكون الضغط واطي. Some patients may receive a triple therapy of beta blocker, calcium channel antagonist, and nitrate. إذا ما كفى monotherapy of each of those. Last choice هو الرنوليزين. دائما هو last choice لأنه associated with risk of arrhythmia. بالذات نوع اسمه ترسيل دي بوينت بيعمل prolongation of QT interval. لما نوصل للأرذمية حنعرف شو يعني. بس إنه عارف إنه الرنوليزين هو last choice could be given as last choice. بس احنا ما بنعطيه اضافه للتريبل ثيرابي, احنا بنشيل النايترات ونحط بداله الرنوليزين. يعني الماكسيمم انتي انجينا ثيرابي هي تريبل ثيرابي اللي هي البيتا بلوكر كالسيوم شانل انتاجونست زائد اما النايترات او الرنوليزين حسب اذا كنا مجربين النايترات قبل ما نحط بداله الرنوليزين كلاست تشويس. طبعا في بعض المرضى بحاجوا الى انترفنشنال ثيرابي انه نعملهم بي سي اي او كبج حسب استجابتهم للميديكيشن, لكن المرضى الكرونيك ستيبل انجينا في البداية بنمشيهم على ميديكال ثيرابي. إذا ما عملنا لهم قسطرة وعملنا لهم أي انترفينشن بالبداية ممكن نمشيهم على ميديكال ثيرابي, وإذا استجابوا بضلهم عليها, إذا ما استجابوا وللثيرابي ممكن إنه نعمل قسطرة لنشوف شو اللي عم بيصير. ممكن يكون المريض بحاجة إلى ستنت أو بحاجة إلى كورونري ارتري باي باس سيرجري. بالإضافة لهذا الحكي طبعا اللايف ستايل موديفيكيشنز حكيناها المرة الماضية لازم يمشي عليها المريض. هلا حكينا all patients with ischemic heart disease they should receive the aspirin for secondary prevention of acute coronary syndrome and death. يعني هم عندهم already atherosclerosis, أنا بدي أحميهم إنه يصير في عندهم re-event of atherosclerosis by use of aspirin. والaspirin should be given to all patients indefinitely as long as they do not have contraindication للaspirin. والcontraindication للaspirin بسيطة اللي هي جود peptic ulcer for example أو allergy للaspirin. Otherwise most of patients can receive aspirin. هلا السؤال, should we give aspirin to patients who do not have ischemic heart disease, يعني for primary prevention of atherosclerosis? صار كثير عليه debate هذا الحكي, لأنه ما تنسوا إنه الأسبرين هو مميع.
والمضيع بيزيد الريسك اوف بليدنج سبيشلي وين ذا بلاد بريشر از هاي. يعني لو مثلا مريض ضغطه عالي ومش كنترولد ويعطيه اسبرين مشكله، لانه هذا الشيء بيزيد الريسك اوف بليدنج، بيزيد الريسك اوف هيموراجيك ستروك. لونج ستاندينج هايبرتنشن is a leading cause for hemorrhagic stroke. فما بالكم إذا المريض كمان بياخذ مميع زي الأسبرين، هذا الشيء بيزيد الـ risk of hemorrhagic stroke. عشان هيك إحنا ما بنحب المريض ياخذ أسبرين إذا ما عنده إسكيميا، يعني إذا ما في عنده indication. لكن الـ recent guidelines يعني طلعت category of patients، خلينا نحكي هم low risk of bleeding category of patients who do have multiple major risk factors to develop atherosclerosis and may benefit from use of aspirin. هدول الناس رح يستفيدوا من الاسبرين for primary prevention of atherosclerosis، يعني to prevent development of atherosclerosis. ما لهم هدول المرضى؟ أول شيء عندهم multiple major risk factors of atherosclerosis، يعني ممكن يصير عندهم atherosclerosis لأنه عندهم كتير risk factor ممكن تسبب الatherosclerosis. عمرهم بين 40 to 70 سنة، زائد عندهم low risk of bleeding، يعني ما عندهم history of bleeding، أخذوا شيء معين أو بياخذوا anticoagulants أو عندهم history of bleeding لأي سبب من الأسباب ما عندهم. هدول المرضى ممكن نعطيهم to prevent development of atherosclerosis، يعني for primary prevention of atherosclerosis ممكن نعطيهم baby dose of aspirin. Otherwise إذا المريض ما عنده multiple major risk factors for atherosclerosis أو عمره تحت 40 أو فوق 70 سنة أو فوق 75 سنة بالذات أو عنده high risk of bleeding it's not recommended to give aspirin. Okay؟ بس أكيد مرضى الإسكيميك هارت ديزيز إذا ما عندهم سبب يمنع استخدام الاسبرين they should receive الاسبرين indefinitely. هلا بالبدايه احنا ممكن نعطي هاي دوز اوف اسبرين، لكن eventually the chronic term use of aspirin should rely on the baby dose of aspirin اللي هي بتكون برينج من 75 ل 100 ملغ. ممكن ياخذ 75 او 81 او 100 حسب شو الفورميليشن اللي موجود بالسوق، كلهم بيبي اسبرين. هلا الدوزج فورم اللي اعلى من هيك we can take aspirin up to 325 او حتى 375 ملغ. At high doses, the aspirin can work as both antiplatelet and as analgesic. At low doses, can work only as antiplatelet. All of the doses are effective, لكن to reduce the side effect due to use of aspirin and not the baby aspirin. The high dose ممكن تعطى بالمستشفى أوقات القسطرة. ممكن تعطى high dose من 160 إلى 325 أو 375 ملي جرام. Okay. هلا في ناس ممكن يكون عندهم ischemic heart disease، يكون عندهم contraindication للأسبرين أو they cannot tolerate الأسبرين، بس يأخذوا الأسبرين بصير في عندهم severe dyspepsia they cannot take it for example. فإيش الالترناتيف للأسبرين؟ الالترناتيف هو الكلوبيديجرال أو إذا بتسمعوا بالبلافكس الدوز ده له 75 ملغ per day. هلا there are البلافكس بيشتغل as antiplatelet لكن بميكانيزم مختلف عن الأسبرين. في عندنا group of medication اسمها الـ PTY inhibitors أو PTY antagonists. They are ADP receptors، يعني هم receptors they prevent the platelet aggregation لكن على receptor مختلف عن الريسبتر اللي بيشتغل فيه الأسبرين. في عندنا several medication in this يعني group of medication. عندنا الكلوبيديجر اللي هو أول دواء طلع بهاي الكاتيجوري، بس هلا في عندنا كمان new medication عندنا البرازوغريل والتيكاغرولات. But all of them are good medications. لكن always start with the clopidogrel لأنه it has the lowest risk of bleeding relative to other agents. اللي هم they are more potent than the clopidogrel. يعني أكثرهم potency هو the prasugrel. It's very potent. عشان هيك ما بعطي للناس اللي عندهم high risk of bleeding. بعطي فقط للناس اللي عندهم low risk of bleeding. Ticagrelor يستخدم أكثر بحالات الكبج للناس اللي بيعملوا كبج. الموت كمان إني أعطي clopidogrel. والناس اللي ما بتستجيب على الكلوبيديجرل تسمعوا بالكلوبيديجرل ريزيستنس، في ناس تاخذ كلوبيديجرل تسمعوا سكرت الشبكه، فهدول الناس ممكن حاجه ان نعملهم سويتشنج للبرازوغريل والتيكاغرولال. الريزيستنس تو كلوبيديجرل اسبابه كثيره، احدى اسبابه جينيتك، في ناس باي نيتشر عندهم ديفيشنسي بالانزيم اللي بتعمل اكتيفيشن للكلوبيديجرل بالجسم. الكلوبيديجرل از برو دراج ان اور بودي، يعني لما بيفوت للجسم هو prodrug it cannot work unless it can be activated by liver enzymes that is CYP2C19. CYP2C19 بيحول الكلوبيديجرل from prodrug to an active drug. فإذا المريض كان عنده genetically deficiency بهذا الانزيم نحكي عنهم poor metabolizers أو for example بياخذ drugs that interact مع هذا الانزيم أو bind to this enzyme أو بتقلل أو من هذا الانزيم، فبتوقع انه الاكتيفيشن اوف كلوبيديجرل ويل بي ريديوس. عشان هيك بتصير عندنا ريزيستنس تو كلوبيديجرل.
فننتبه للبور ميتابولايزر. طبعا البور ميتابولايزر مش راح نعرفهم الا لما نعطي المريض يعني الفلويد دجري اللي ما يتحسن عليه، او في كتات معينه لكنها مش روتينلي موجوده يعني بلادنا بس موجوده برا، انه ممكن انها تعرف اذا المريض بور ميتابولايزر او عنده ديفشنسي ان CYP2C19 ولا لا. لكن من اكثر الادويه اللي كثير نسمع انها بتعمل انتر اكشن مع الفلويد دجري اللي هم البروتون بامب انهبيتر، الاوميبرازول، اللانزبرازول، واكثرهم بالذات الاوميبرازول. يعني هلا كل البروتون بامب انهبيتر وذ اكسبشن البانتوبرازول بيصير لهم ميتابوليزم باي CYP2C19، بمعنى لو انا المريض بياخد كلوبيدجريل مع البي بي اي فبتوقع انه البي بي اي لحتى يصير له ميتابوليزم ات هاز تو بايند تو ذس انزيم، بنفس الوقت الكلوبيدجريل هاز تو بايند تو ذس انزيم تو بي اكتيفيتد، فبصير عندنا كومبيتيتيف بايندينج على هذا الانزيم، وهذا الشيء بيقلل الافيكاسي فور اكتيفيشن اوف كلوبيدجريل انتو ذا اكتيف دراج. عشان هيك يفضل اذا المريض بياخذ كلوبيدجري اللي بعد عن البي بي اي وبالذات الاوميبرازول. يعني الكلينيكال ترايلز وجدت انه من بين اغلب البي بي اي الاوميبرازول هو اللي عليه شويه كونسرن، انه يفضل انه المريض ما ياخده لما انه يربط لما ياخذ الكلوبيدجري. هلا اذا المريض صار عنده ريزيستنس ومش قادر يعني يكمل مع الكلوبيدجريل، ممكن انه نعطيه بداله برازوجريل او تيكادرولير لانه they are active drugs, they do not need to be activated in our body، لكن ننتبه انهم more potent وفي risk of bleeding اكثر مقارنه بالكلوبيدجريل اذا المريض بده ياخذها. هلا هذا اول indication للكلوبيدجريل اللي هو as an alternative للاسبرين for patients who have contraindication to aspirin or they cannot tolerate the aspirin. هلا السكند انديكيشن للكلوبيدجريل هو فولوينج ستنتنج بعد القسطره بعد ما يحط المريض شبكه. في اكيد جروب اوف بيشنت سواء كانوا كرونيك ستيبل انجينا او بيشنت وذ اكيوت كورونري سيندروم they may receive ستنت لحتى انه او ممكن نحط لهم ستنت لحتى انه to keep the coronary artery open. Following stenting the patient has to take a combination of aspirin and clopidogrel لفترة لا تقل من شهر إلى 6 شهور إذا المريض كان عامل إذا كان عنده chronic stable angina، وفترة لا تقل عن 12 شهر إذا المريض عنده acute coronary syndrome، يعني إذا عنده unstable angina أو MI وحط شبكة. After that المريض بيوقف الكلوبيدجريل وبيضلوا ماشي على الأسبرين، لأنه إحنا متفقين إنه الأسبرين لازم يضلوا ماشي عليه المريض indefinitely. Okay؟ The combination of clopidogrel and aspirin indicated post stenting. Dual antiplatelet therapy بنحكي عنها. Both of them are antiplatelets. Both of them can be given following the stenting. لكن مش forever, مش indefinitely. Clopidogrel is not given indefinitely for a limited period of time. والهدف منها انها تمنع الثرومبوسز اللي ممكن يصير بعد الشبكة وتسكر الشبكة بعد القسطرة. حكينا عن الديوريشن. حكيت اذا المريض عنده chronic stable angina وحط شبكة بده ياخذ combination of clopidogrel and aspirin لفتره من شهر الى 6 شهور حسب نوع الستنت. في انواع من الستنت اسمها bare metal stent اللي هي فقط حلقه معدنيه مش مضاف عليها اي ادويه. هون المريض ممكن ياخذ combination of clopidogrel مع الاسبرين لفتره شهر. في انواع من الستنت بتكون drug eluted، يعني على الستنت نفسها على الحلقه بيكون مضاف ادويه لحتى تمنع الاندوثيليزيشن. يعني في اشياء بديش اشرحها بتفاصيل عشان ما حدش يسالني عنها، عشان انه تمنع الاندوثيليزيشن على الشبكه وتمنع انها تسكر الشبكه بسبب الاندوثيليزيشن او الفايبروسيس او الريمودلينج، فبيعطي من 6 من 3 الى 6 شهور وقتها الدراج اليوتيد ستنت لحتى نمنع كمان يصير في ثرومبوسيس ديورينج هاي البروسيس. ف من 3 الى 6 شهور بنعطي اذا كانت دراج اليوتيد ستنت بالكرونيك ستيبل انجينا حسب نوع طبعا الدرج اليوتيد ستنت. في شيء اسمه باكليتاكسل بنعطى 6 شهور معاها، وفي شيء اسمه ساكريلوماس بنعطى 3 شهور، لكن احنا نعرف بشكل عام بير ميتال ستنت شهر ودرج اليوتيد اب تو 6 مانث. اوكي، هذا بالنسبه لشخص عنده كرونيك ستيبل انجينا حط ستنت. بالنسبه للاكيوت كورونري سيندروم مينيمم انه ياخذ المريض ريجاردلس اوف تايب اوف ذا ستنت 12 شهر سنه اذا عمل ستنت وكان عنده اكيوت كورونري سيندروم. هلا في ناس may need extended او longer duration of dual antiplatelet therapy اكثر من 6 شهور مثلا بالكرونيك ستيبل انجينا واكثر من سنه بالاكيوت كورونري سيندروم. هدول الناس بيكون عندهم هاي ريسك اوف ثرومبوسيس، عشان هيك احنا بنحب نعطيهم الكومبينيشن اوف كلوبيدجريل ان اسبرين لفتره اطول. مين هم هدول الناس؟ هدول الناس نحسب لهم حساب شيء اسمه الدابت سكور.
لحتى نشوف قديش عندهم risk to develop thrombosis following the stenting. وهدول الناس ممكن يحتاجوا إلى فترة أطول من سنة، بالذات الأكيوت كرونيسم ممكن يحتاجوا سنتين for example dual antiplatelet therapy. هدول بنحسب لهم سكور، إذا كانت سكور 2 أو أكثر فهدول المرضى ممكن يكونوا إليجبل لسنتين أو ثلاثة حسب الفيزيشن شو شايف وضع المريض. شو هي هاي الكرايتيريا اللي بتساعدني لحتى أحسب هاي السكور؟ في كرايتيريا بتنقص من السكور لأنه وجودها ممكن يزيد الريسك اوف بليدنج إذا المريض أخذ الكلوبيدوجرال، وفي كرايتيريا بتزيد من الريسك لأنه وجودها بيزيد الريسك اوف الترومبوسيس. يعني فور اكزامبل العمر فوق ال 75 سنه لما بعطي كومبينيشن اوف كلوبيدوجرال لفتره طويله بيزيد الريسك اوف بليدنج، فهو من الامور اللي بتقلل من يعني السكور وبتقلل من البينيفيت فيرسس الريسك ريشيو انه ياخذ هذا المريض خلينا نحكي البرولونج دول انتي بلاتيلت ثيرابي. الايج من 65 ل 75 سنه بنقص نقطه، اما الايج تحت ال 65 ما بيضيف اي نقطه، لكن في فاكتورز بتزيد الريسك اوف الترومبوسيس والبينيفيت انه اخذ دول انتي بلاتيلت ثيرابي لفتره اطول من 12 شهر او اطول من 6 شهور اوت واي الريسك اوف بليدنج، اللي هم مين؟ مثلا سموكر هلا بدخن، عنده دايابيتس، عنده ام اي، نوع الستنت بياخذ باكليتاكسل، عنده هارت فيلير، هدول من الفاكتورز اللي بتزيد الريسك اوف ثرومبوسيس. ويفضل المريض اذا لما حصلت له هالنقاط جمعتها وطلعت عنده 2 او اكثر السكور انه اعطيه برولونج دوال انتيبليتلت ثيرابي اكثر من الستاندرد ديوريشن، اكثر من 6 شهور مثلا بحالات الستيبل انجينا واكثر من سنه بحالات الاكيوت كورونري سيندروم. اوكي، بالنسبه للستاتين اتفقنا انه كل البيشنت اللي عندهم اسكيميك كارد ديزيز ريجاردلس اوف ذا تايب بدهم ياخذوا ستاتين، مش بس لانهم they reduce the LDL and improve the triglyceride، لانهم لهم pleiotropic effect، they are anti-inflammatory، they stabilize the atherosclerotic plaque، they reduce the C-reactive protein، they reduce the thrombosis. هم should be given to all patients. واكيد رح يستفيدوا منهم اكثر شيء الناس اللي عندهم يعني risk factors بتزيد الريسك of future event of atherosclerosis. وما ننسى انه الجول لمرضى الاسكيميك هارت ديزيز يكون اقل من 70، وهم very high risk patient by definition. الاكت انهبيتر في عندنا كثير ادويه بهاي الكاتيجوري، لكن احنا اتفقنا انه مش كل الناس اللي عندها كرونيك ستيبل انجينا حتاخذ ايس انهبيتر. الناس اللي حتاخذ most of them اللي هم عندهم هايبرتنشن، سي كي دي، دايابيتس، ام اي او ال في ديسفانكشن، واتبع من البدايه بدي اعطي ايس انهبيتر لانه عندهم انديكيشن تو يوز الايس انهبيتر ريجاردلس اوف اسكيميك هارت ديزيز. لكن اذا المريض ما عنده هدول الانديكيشنز ما في داعي اني اعطي ايس انهبيتر. الايس انهبيتر ذا امبروف الاكسجين ديماند اند سبلاي، بالاضافه انهم انتي فايبروتيك اند انتي ثرومبوتيك ايجنت، لكن ما بعطيهم من البدايه الا اذا المريض عنده انديكيشن يستدعي استخدام الايس انهبيتر. هلا حكينا انه من الادويه ذات كان كنترول الانجينال سيمبتومز اكيوتلي هو النيتروجليسرين، هو عباره عن فازو دايليتر ذات بروفايد كويك ريليف للانجينال سيمبتومز، يعني فور اكيوت سيمبتومز. النيتروجليسرين في منه كذا فورميليشن، في عنا التابلت والسبراي. التابلت بينعطى للناس اللي ما عندهم مشكله بالبلع وما عندهم مشكله بالسلايفا برودكشن، عندهم كميه كافيه يحطوا تحت اللسان بيقدروا انهم يستفيدوا على التابلت. سبراي الناس اللي ما عندهم سلايفا او they cannot use the tablet او عندهم مشكله يعني انهم يحطوا حبه تحت اللسان ممكن يستخدم سبراي. How does it work؟ احنا بنعرف انه هو عباره عن دونر للنيتريك اوكسايد، فهو at low doses بيشتغل على الفينز بيعمل لي فينو دايليتيشن. اذا بتتذكروا من ايام الهارت فيلير لما شرحنا عن الاكيوت هارت فيلير حكينا انه النيتروجليسرين بيشتغل حسب الدوز، low doses بيعمل فينوس دايليتيشن وهاي دوزز بيشتغل از ارتيريال دايليتيشن، يعني على اللو دوز بيقلل الديماند وعلى الهاي دوز بيعمل لي ارتيريال دايليتيشن، فهو بيقلل الافتر لود وبالتالي بيحسن السبلاي. الحلو فيه انه it can give an effect within less than 2 to 5 minutes. المريض بياخذه whenever he feels انه عنده symptoms، ما يتردد المريض انه ياخده حتى لو ما كان متاكد انه هذا التستين هو سببه اسكيميا، لانه الديوريشن له هذا الدواء قليل والسايد افكت حتكون ليميتد للديوريشن اللي هو فيه، والديوريشن هي ليميتد للهايبوتنشن والديزنس ذات كان بي اوفركم، انه نطلب من المريض يضله قاعد لما ياخذ هذا الدواء لحتى ما يدوخ وما يصير عنده postural hypotension لما يوقف. اوكي، والمريض المفروض يضل يستخدم النيتروجليسرين لحتى يعمل ريليف للسيمبتومز، يعني ياخذ اول حبه بعد 5 دقائق ما راحت السيمبتومز يرجع ياخذ حبه ثانيه، ياخذ اب تو 3 تابلت، اذا ما استجاب وضلوا عنده persistent
انجينال سيمتومز ات سجست ان الوضع عنده مش كرونيك ستيبل انجينا، اتس ان ستيبل انجينا لانها باي ديفينيشن نوت ريسبونسيف للنيتروجليسرين اند هي هاز تو بروسيد تو ذا هوسبيتال للامرجنسي بهاي الحاله. هلا النيتروجليسرين الفريكوينت يوز اوف نيتروجليسرين از نوت جود، ليش؟ انه ات انديكيت انه المريض بحاجه الى لونج اكتنج فازو دايليتر تو كنترول الانجينا سيمتومز، ما بيكفي انه يستخدم النيتروجليسرين وين نيدد. يعني الاصل انه المريض ياخذ النيتروجليسرين مره مرتين بالاسبوع بالكثير، لكن اذا بيستخدمه فريكوينتلي اكثر من هيك اتسجست انه انا بدل ما اضلني استخدم النيتروجليسرين فريكوينتلي لازم اخذ لونج اكتنج فازو دايليتر اللي يمنع الانجينا سيمتومز اون ديلي بيزز. وحكينا عنهم انه دائما الفيرست لاين هو البيتا بلوكر، سكند لاين اما اللونج اكتنج نايتريت او الكالسيوم شانل انتاجونست حسب الضغط. من اللونج اكتنج نايتريت عندنا يعني لونجر اكتنج ذان النيتروجليسرين، هم عندنا الايزوسربيت داينيتريت بس هذا بده فريكوينت دوزنج 4 مرات في اليوم. في الليس يعني المور خلينا نحكي الايلو لونجر اكشن هو المونوسربيت بينعطى مره او مرتين باليوم، والكومبلينس له والادهيرنس له احسن من الايزوسربيت داينيتريت. هلا بدنا نعرف ان المريض اذا بده ياخذ السبلينجوال نيتروجليسرين يفضل انه ياخده ان سيتد بوزيشن، يعني هو قاعد تو بريفنت الديزنس والهايبرتنشن. كثير مهم انه يكون النيتروجليسرين موجود بعلبه منفصله مش مختلط مع ادويه ثانيه بكلوز كاب، لانه بتاثر بالهيوميديتي وبتاثر بوجوده بادويه ثانيه، ودائما المريض يستخدمه وين نيدد، يعني ما يتردد باخذه لما يكون عنده تشست بين. من الاشياء اللي كثير مهمه انه نعرفها انه النيتروجليسرين والنيتريت بشكل عام بمختلف انواعها they are absolutely contraindicated within 24 hours of sildenafil and vardenafil and within 48 hours of telazafil. هدول الأدوية هم عبارة عن analogs للفياجرا، تستخدم لحتى تحسن الإريكشن عند الرجال، تشتغل as phosphodiesterase inhibitors، يعني هي بتزيد blood flow عن طريق أنها توسع الأرتري، وهي associated with hypotension. فإذا المريض بياخذ at the same time nitrate بغض النظر شو نوعه، هذا الريسك هذا الشيء بيزيد الريسك اوف هايبوتنشن. واحنا بنعرف انه الهايبوتنشن ان ذا سيتنج اوف ايسكيميا مش كويس، لانه اوريدي البلد سبلاي از ليميتد تو ذا هارت، وكمان اذا صار البلد بريشر فيري لو بصير صعب انه ذس فيكس او ليميتد بلد سبلاي انها توصل للهارت، لانه ما في عندنا انف بلد بريشر تو بوش البلد تو ذا هارت، فذس ويل اكسيربيت ايسكيميا. ذس از واي It's contraindicated to take nitrate within 24 hours of sildenafil and vardenafil or 48 hours of telazafil. يعني إذا المريض كان ماخذ خلال 24 ساعة الماضية sildenafil أو vardenafil أو خلال 48 ساعة الماضية telazafil، ما بيقدر إذا هلأ صار عنده symptoms of angina ياخذ nitroglycerin، لأنه ممكن يزيد الريسك of severe hypotension و exacerbation للإسكيميا والجلطات والموت. تسمعوا ناس أخذت فياجرا جلطت أو أخذت فياجرا وماتت. السبب هو مش الفياجرا اتسل قد ما هو انه المريض عنده ريسك اوف سيفير هايبوتنشن، لانه عنده مثلا بياخذ ادويه ثانيه بتعمل له هايبوتنشن مع وجود الاسكيميا ات ويل اكسيربيت الاسكيميا. اوكي طبعا بغض النظر عن نوع النايتريت سواء كان سبلينجوال او كان لونج اكتنج نايتريت زي الايزوسربيت داينايتريت او المونوسربيت نايتريت، سواء كانت بتاخذ اورالي او بتنعطى ديرمالي كباتشز كله نفس الشيء. طب شو يعمل المريض وقتها؟ هي هاز تو بروسيد تو ذا ايمرجنسي، بالايمرجنسي ممكن يعطوه اندر مونيتورينج. برضو من الأدوية اللي تستخدم حكينا to prevent the anginal symptoms للlong term، والfirst line حكينا هو البيتا بلوكر. البيتا بلوكر يعني ممكن أستخدمه to prevent the acute coronary syndrome and death إذا المريض عنده indication لاستخدامه من البداية، زي الـ MI، زي الـ left ventricular dysfunction، زي الـ heart failure، زي الـ arrhythmia. لكن ما في داعي إني أستخدمه إذا المريض ما عنده هاي الـ indication إلا إذا المريض يحتاج إلى long acting medication to control the anginal symptoms. Why beta blockers؟ قلت لكم لأنهم they reduce the demand but not supply، لأنهم they are not vasodilator، هم فقط بيقللوا الهارت ريت وبيقللوا الإجكشن فراكشن بالبداية، فبيقللوا الديمانز على الهارت، وهذا الشيء كويس لمريض عنده أنجينا، وبنفس الوقت بيقللوا الموربيديتي والمورتاليتي على اللونج تيرم يوز وبيحسنوا الإجكشن فراكشن. Avoid the beta blockers with intrinsic sympathomimetic activity with ischemic heart disease، لأنه البيتا بلوكرز with intrinsic sympathomimetic activity they work only at high heart rate. وانا مرضى الاسكيميك هارت ديزيز بدي اعطيهم دواء اللي يشتغل at rest ولما بيكون عندهم الهارت ريت عالي، فما بضمن اني اذا استخدمت هذا البيتا بلوكرز بهاي النوعيه انه رح يشتغل at all times، عشان هيك غلط اني استخدمه. فبجوز the only one of beta blockers with intrinsic sympathomimetic activity اللي كان اوكي انه يستخدم مع انه يفضل ما نستخدمه هو الاسيبيوتالول.
هلا انا البيتا بلوكاد بدي لما اعطيه بالاسكيميك هارت ديزيز بدي اراعي كل الامور اللي كنا نحكيها قبل، يعني بدي اراعي موضوع السلكتيفيتي اذا كان عنده دايابيتس، بيريفيرال فاسكولار ديزيز، ايرواي ديزيز، بعطي سلكتيف. بدي اراعي مثلا اذا عنده هايبرتنشن ممكن استفيد اكثر من الكارديولول مقارنه بالميتوبرولول اللي ممكن استخدمه اكثر اذا عنده هايبوتنشن. هلا احنا دائما البيتا بلوكر زي ما حكينا بنعطي دوز قليل وبنرفع الدوز باي تايتريشن، والتارجت دوز بتكون حسب الهارت ريت. يعني انا اي تايتريت ذا دوز لحتى يوصل الريستنج هارت ريت 55 الى 60 بيت بير مينت، او الاكسرسايز هارت ريت ل 100 بيت بير مينت. يعني بنضلنا نرفع الدوز لحتى ما يصير في ستابيلايزيشن الهارت ريت ات ريست يكون 55 ل 60، او بالافورت او الاكسرسايز اذا بيلعب اكسرسايز على المية، واذا ما بيلعب اكسرسايز انه يكون 20 اكثر من 55 ل 60 لما يعني بيبذل الجهد. اوكي البيتا بلوكرز كمان هم فيرست لاين ايجنت حتى لو المريض ما عنده انجينال سيمتومز. الناس اللي عندهم ام اي هارت فيلير، ال في ديسفانكشن، ستروك، اتريال فيبريليشن، كل هذا راح يبين معنا لقدام شوي لما نحكي الاتريال فيبريليشن. حكينا انه طبعا الابسوليوت كونتر انديكيشن للبيتا بلوكر هو البراديكارديا، يعني يكون الهارت ريت اقل من 50 بيت بير مينت، او اي بي نود بلوكيت بالذات الثيرد ديجري والسكند ديجري. بالفيرست ديجري اي بي نود بلوكيت بيتا بلوكر كان بي يوز بس وذ اكستريم كوشن، لانه هو نيجاتيف كرونوتروبيك ايجنت فهو بيعمل اكسسربيشن لهاي السيمبتوم. يفضل انه سحبه اف بوسيبل بالاي بي نود بلوكيت، الا اذا كان المريض مثلا عنده ام اي فيرست ديجري اي بي نود بلوكيت ممكن نخلي البيتا بلوكر بس وذ اكستريم كوشن. كمان من الامور اللي ممكن يعملها كسايد افكت سبق اخذنا ممكن يعمل لي فتيج وايزيما بالبدايه، لكن حكينا مع اللونج تيرم يوز ممكن انه نقلل من هاي السايد افكت. ممكن يعمل ديبرشن، ممكن يعمل لي ديسليبيديميا، ممكن يعمل لي سيكشوال ديسفانكشن، واكيد ما ورسن اجكشن فراكشن. عشان هيك اذا مريض عنده اكيوت هارت فيلير ما بعطي بيتا بلوكر، اذا مريض من البدايه عنده سيفير سيمتوم كلينيكلي انستابل ما بعطي بيتا بلوكر until the patient is stabilized. وأكيد كوشن أوف بيتا بلوكر وين كومباين مع النان دايهيدروبيريدين الدلتيازم والفيرابيميل ما بصير أعطيهم توجذر. ما عندي جوكسين أي كود جيف بيتا بلوكر، بس إنه ننتبه إنه بوث أوف ذيم أر كرونوتروبيك إيجنت وي هاف تو يعني مونيتور الهارت ريت فيري ويل. بعد عن البيتا بلوكر إذا المريض كان عنده أكيوت إكسسربيشن دو تو إيرواي ديزيز، اكيد نبلش اذا بدنا نعطي بيتا بلوكر نعطي سلكت بحالات الديابيتس، واذا بدنا نوقف الدواء لسبب من الاسباب انه صار عندنا كونترا انديكيشن لإله او صار عنده سيفير ايديما بدنا نوقف الدواء شوي شوي to prevent اللي هو الاكسسربيشن اوف اسكيميا عند البيشنت الكاتيكول امين اكتيفيتي. الاذر ايجنت اللي بيستخدموا بشكل واسع بالاسكيميك هارت ديزيز هم الكالسيوم شانل انتاجونيست. they are used either as an alternative للبيتا بلوكرز اذا المريض مش قادر ياخذ بيتا بلوكرز، او as add on therapy للبيتا بلوكرز اذا المريض مش كافي استخدام بيتا بلوكرز to control the angina symptoms. حكينا يفضل نستخدم الدايهيدروبيريدين. هلا اي نعم النون دايهيدروبيريدينز ار مور افكتيف، لكن ما بنفضل استخدامهم مع البيتا بلوكرز او الناس اللي عندهم ال في ديسفانكشن او هارت فيلير. الفيرابيميل والدلتيازم they are not also recommended مع الديجوكسين، لانه both of them are negative chronotropic agents they should not be given together. إذا بدي أعطي بعطي long acting dihydropyridine amlodipine and pilidipine safer على الهارت وما بيغير ال ejection fraction وما بيعمل لي reflex tachycardia زي مثلاً النيفيديبين والنيكارديبين. ال other agent اللي تستخدم برضو to control the angina symptoms حكينا long acting nitrate. قلنا إذا المريض البيتا بلوكرز مش كافي ممكن أضيف calcium channel antagonist أو nitrate حسب الضغط. الضغط 130 على 80 فما أكثر بعطي calcium channel antagonist. الضغط تحت 120 على 80 بعطي نايتريت. في منها different formulations عندنا oral and dermal patches of nitrate they are all equally effective. مشكلة مع النايتريت they cause tolerance within very short period of time، يعني مع الوقت استخدامهم بالذات من خلال أول 24 ساعة ممكن يبطل المريض يستجيب عليهم زي أول مرة. عشان هيك ما بصير أعطيهم 24 hours عمل dosing يعني to fully complete the coverage over time. هم ما بينعطوا عشان هيك مونوثيرابي، هم بينعطوا از اد اون ثيرابي للبيتا بلوكر او الكالسيوم شانل انتاجونست. كان بعطي البيتا بلوكر الصبح ممكن اعطي النايتريت بالليل، هذا بيغطي اول 12 ساعه وهذاك بيغطي ثاني 12 ساعه. بهالطريقه انا بمنع التوليرانس اللي اسوشيتد مع النايتريت، وبالاضافه لانهم فازو دايليتر بيعملوا لي ريفلكس تاكيكارديا فيفضل اني اعطيهم كمونوثيرابي
to prevent the reflex tachycardia, to reduce the risk of tolerance, ولأنه they do not provide complete coverage إذا بدي أعطيهم بس مرة باليوم. الحالة الوحيدة اللي ممكن أعطيهم as monotherapy إذا الضغط كتير واطي مثلا وما بقدر أعطي مثلا 2 medications أو 3 medications to control anginal symptoms، ممكن أكتفي بدواء واحد، ممكن يكون هذا الدواء بيتا بلوكر أو كالسيوم أنتاغونست أو النايتريت. هم من الأدوية اللي كونترا إنديكيتد بالأورتيك فالف ستينوسيس بالأوبستركتيف كارديوميوباثي، وسيميلر للنايتريك جليسرين they are contra indicated within 24 hours of vardenafil and sildenafil and within 48 hours of teledafil. Last choice medication هو الرانوليزين، قلت لكم بضيفه كآخر choice إذا المريض is not responsive by triple therapy of calcium channel antagonist, beta blocker and nitrate to control his symptoms، ممكن أضيف الرانوليزين أبدله مع النايتريت. مش معروف الميكانيزم كيف، لكن في دراسات بتقول إنه بيزيد الصوديوم والكالسيوم. anyway هو من الأدوية اللي بيزيد الريسك أوف أريثميا، فلازم إنه ما نعطيه لمريض عنده ريسك أوف أريثميا أو بياخد أدوية ذات prolonged QT interval. برضه هو contraindicated مع الأدوية اللي هي strong enzyme inducer أو inhibitor لل CYP3A4 زي الريفامبين، كيتوكانازول، كلاريفلوميثين، ونفلينافير. Other agent لا يفضل استخدامها، يعني بتسمعوا بالهرمون replacement therapy، طب ما هي المرأة بعدها before المينوبوز عندها risk of atherosclerosis أقل من بعد المينوبوز، ليش ما نعطي هرمون replacement therapy بعد المينوبوز لحتى نقلل risk of atherosclerosis؟ It's not recommended لأن وجود الاستروجين يزيد risk of thrombosis، وهذا الشيء بيخلينا نعرف ليش الأورال pills contraindicated عند المرأة اللي عندها ischemic heart disease، لأنهم they cause thrombosis, they cause stroke, they cause MI. folic acid مش محبب، folic acid بيقلل الهوموسيستين اللي بيزيد بالاسكيميك كارد ديزيز، لكن ما في دراسات تثبت انه فعلا له دور انه يقلل الريسك اوف اثيروسكلروسيس او البروجريشن اوف اثيروسكلروسيس. انتي اوكسيدنت نفس الشيء، ممكن المريض ياخذ فيتامين اي، فيتامين سي اللي بتمنع الاوكسيديتيف دامج واللي بتمنع الباث فيسيولوجي والديفلوبمنت اوف بلاك، لكن السيل ما لها دور كبير. الصح ان الشخص ياخذ لايف يعني ياكل اكل ريتش ان انتي اوكسيدنت. هيربر سبلمنت ذي ار نوت ريكومندد ات اول، لانه الهيرز انواعها المختلفه بتعمل سيجنيفيكانت دراج انتر اكشن مع الميديكيشنز اللي بياخذها المريض، فممكن انها تقلل الافكاسي لهي الادويه تعمل مصايب، عشان هيك يفضل انه نبعد عن الهيربر سبلمنت. هلا في دراسات على نبات الزعرور الهاذرن، لكن الاف دي اي لسه ما يعني عملت له ابروفال فور يوز. يعني في دراسات بتقول انه الزعرور ممكن انه يعمل stabilization للأثيروسكلروتيك بلاك، لكن still مش FDA approved لعلاج مرضى الإسكيميك هارد ديزيز. بالنسبة للكوكس 2 بنعرف they should be avoided بالإسكيميك هارد ديزيز لأنهم بيزيدوا الريسك of atherosclerosis. حتى النونستيرويد اللي بشكل عام should be avoided if possible بحالات الإسكيميك هارد ديزيز، يعني كلهم حتى الإيبوبروفين والدوكليفيناك صوديوم ممكن يزيد الريسك of atherosclerosis. The safest one among all nonsteroidal هو النابروكسين اللي هو كوكس 1 inhibitor. هلا هذا علاج بشكل عام للكرونيك ستيبل انجينا. طيب شو بالنسبه للفاريت انجينا او اللي اسمها الترانسميتال انجينا اللي هي سببها فازو سبازم او فازو كونستريكشن، هاو تو تريت؟ هلا البيشنت بما انه عندهم كونستريكشن يعني سكر الارتري بسبب كونستريكشن وليس بسبب اثيروسكلروسيس، الهدف اني اعطي فازو دايليتر تو دايليت الارتري، فاحنا بنعتمد بالدرجه الاولى على الكالسيوم شانل انتاغونست وعلى النايتريت واكيد على النيتروجليسرين والنيدد. لكن خطأ أنه نعطي بيتا بلوكر لأنه البيتا بلوكرز مالهم they oppose the dilatation على البيتا 2. هلا البيتا بلوكر ليش أنا بعطيها بالإسكيميك هارد ديزيز لما يكون سبب أثيروسكلروسيس؟ لأنها بتقلل الديماند على البيتا 1، لكن هي بنفس الوقت تشتغل على البيتا 2 والبيتا 2 بيعمل لي dilatation، وإذا بعطي بيتا بلوكر فرح يصير عندي constriction، فلما مريض عنده فاريت أنجينا إني أعطي بيتا بلوكر is wrong حتى لو بعطي selected. ليش؟ لأنه it will exacerbate the constriction على الارتري، فavoid البيتا بلوكر، نعطي كالسيوم شانل انتاغونست، ممكن أعطي نون-ديهيدروبيريدين بهاي الحالة إذا المريض ما عنده heart failure ولا عنده low ejection fraction عادي ما في مشكلة. بالنسبة للستاتين ما في indication أعطي statin لمرضى اللي عندهم variate angina إلا إذا كان عندهم مثلاً ال LDL واطي سوري عالي يعني. بالنسبة للأسبرين بما أنه ما في بلاك ما في داعي أنه ياخد أنتيبليتلت، هي المشكلة بس أنه إذا فقط أنا عندي فاريت أنجينا سببها فقط كونستريكشن أنا بعطي فازو دايليتر. هلأ في ناس بيكون عندها إشي اسمه مايكرو فاسكولار أنجينا، هلأ إحنا لما نقول أنه مريض عنده أنجينا وعمل قسطرة وحطوله شبكة we are speaking about the main coronaries،
اللي هم الرايت كورونريز او الليفت انتيريور ديسندنج ارتري او السيركمفلكس ارتري بالليفت سايد التهاب. لكن في مرات بيعملوا قسطره بيلاقوا انه ما في ستينوسيس بهاي الارتري، ممكن يكون في ستينوسيس بالسمول ارتريز ذات كانت بي سين باي كاثيترايزيشن، وما بينحط لهم شبكه. هاي اسمها مايكروفاسكولار انجينا، والتريتمنت لها سيميلر للتريتمنت اوف ماكروفاسكولار اللي بتصير بالمين كورونري. بالنسبه للالدرلي التريتمنت از ايدنتيكال، مع مراعاه انه انا always give the low dose to prevent the risk of hypotension with dizziness will fall عن برضا ال all patient. هذا جدول زي أساميكم. بدنا نحكي عن علاج the chronic stable angina اللي هو الناس اللي عندهم stable angina فقط. كل ال patient should rely on lifestyle medications. كل ال patient دائما بجابتهم sublingual nitroglycerin أو spray اللي هو الإيميديت ريليز نايتريت. كل البيشنت بدهم يمشوا على الستاتين، كل البيشنت بدهم يمشوا على بيبي دوز اوف اسبرين. اوكي، انديفريتلي از لونج از اي دو نوت هاف كونترا انديكيشن. نفرض انه المريض عنده كونترا انديكيشن للاسبرين، بده ياخذ بدال الليتروبيدجرل. نفرض انه المريض ركب شبكه، اذا كان كرونيك ستيبل انجينا بده ياخذ الشبكه من شهر الى 6 شهور، لكن اذا كان اكيوت كورونري سندروم بده ياخذ على الاقل 12 شهر. عشان هيك هم حاطين لكم من شهر الى 12 شهر، لكن انا هلا concerned about the chronic stable angina من شهر الى 6 شهور بعطي the duration of clopidogrel and aspirin. اوكي، حسب نوع الستنت. بيرميتال ستنت بعطي شهر، 6 شهور بعطي سوري دراج اليوتد ستنت بعطي 6 شهور. اذا المريض الان كان عنده بالاضافه للاسكيميك كارديو ديابيتس او هايبرتنشن او سي كي دي، بعطي ايس انهيبيتر او ارت. إذا كان عنده prior myocardial infarction أو عنده LV dysfunction أو عنده heart failure، بالإضافة للأيس بدي أعطي بيتا بلوكر. إحنا متفقين من أيام الهارت فيلير. برضو لقدام هنعرف كل المرضى اللي عندهم acute coronary syndrome رح ياخدوا أيس وبيتا بلوكر at the same time. هلأ إذا المريض عنده transmittal angina، اتفقنا أنه بدي ياخد calcium channel antagonist أو nitrate وavoid البيتا بلوكر. وإذا كان الضغط عالي بعطي calcium channel antagonist، والضغط واطي بعطي nitrate. مش بس كمان نمشي على الضغط، ممكن نمشي على الهارت ريت. إذا الهارت ريت عالي بعطي كالسيوم شانل انتاغونست، إذا واطي بعطي نايتريت. هلا نفرض إنه المريض كان يعني بغض النظر شو كان ياخذ أدوية، صار عنده انجينال سيمتومز وعم بيستخدم السبلينجوال نايتروجليسرين كثير، شو بدي أعطي لونج أكتينج ميديكيشن تو كنترول السيمتوم؟ حكينا الفيرست لاين ايجنت إذا المريض مش ماخذه هون هو البيتا بلوكر. بيتا بلوكر إز ذا فيرست لاين ايجنت تو كنترول الانجينال سيمتوم. يعني إذا إجاني مريض عنده هارت فيلر اسكيميك هارت ديزيز أوريدي ماشي على الأيس والبيتا بلوكر وبياخذ ستاتين واسبرين، بيقول يا دكتور انا بشكي من السيمتومز وبستخدم السبلينجوال نايتروجليسرين كثير، هذا مريض اوريدي باخذ بيتا بلوكر، ما بعطي هلا يعني ما بروح بس افكر بالبيتا بلوكر، هلا بصير افكر بشيء ثاني. لكن اذا من البدايه اجاني ما عنده هارت فيلير وبياخذ مثلا ايس انهيبيتر وستاتين واسبرين، بيقول يا دكتور انا بشكي من السيمتومز بدي اعطي هلا الفيرست لاين ايجنت البيتا بلوكر. هلا اذا كان مش ماخذه بعطي بيتا بلوكر، اذا كان ماخذه ولسه بيشكي من السيمتومز بدي اصير هلا افكر اما بالكالسيوم شانل انتاغونست او بالنايتريت. اذا الضغط عالي بعطي كالسيوم شانل انتاغونست، اذا الضغط واطي او الهارت ريت واطي بعطي النايتريت. نفرض انه اعطيته واحد منهم، اعطيته مثلا كالسيوم شانل انتاغونست بالاضافه للبيتا بلوكر، رجع يشكي لي من السيمتوم بضيف النايتريت. اوكي، فممكن انا اعطي تريبل ثيرابي ماشي، او اذا كان بياخذ كالسيوم شانل انتاغونست ممكن اعطي بداله نايتريت، يعني اعمل alternation. eventually ممكن اعطي triple therapy. اخذ بيتا بلوكر، اخذ كالسيوم شانل انتاغونست، اخذ نايتريت ولسه بيشكي، ممكن اعطي رانوليزين بس بعطي بدال النايتريت اذا كان يعني ماخذ نايتريت. اوكي، لانه الرانوليزين برضه بينعطى لما بيكون البلد بريشر واطي والهارت ريت واطي. اوكي، او في بعض الناس ممكن تحتاج الى revascularization by use of PPI او كبج. واضحه الامور؟ يعني انا دائما بعطي كل الناس aspirin statin والسبلينجوال نايتروجليسرين اذا عندهم ايس او ديابيتس او سي كي دي، سوري اذا عندهم هايبرتنشن او ديابيتس او سي كي دي بعطي ايس او ارب، اذا عندهم ام اي او ال في ديسفانكشن او هارت فيلير او اكيوت كورونري سيندروم بعطي بالاضافه للايس بيتا بلوكر، اذا بيشكي من انجينا سيمتومز فيرست لاين هو البيتا بلوكر، اذا مش ماخده اذا ماخده بضيف اما سي سي بي او النايتريت حسب الضغط، اذا ما كان كافي بضيف الدواء الثاني، يعني اذا كان ماخذ سي سي بي بعطي نايتريت، اذا ماخذ نايتريت بعطي سي سي بي، إذا ما كفت هاي التريبل ثيرابي بصير أفكر بالرانوليزين بس ببدل بينه وبين النايتريت، أو ممكن أعمل ريفاسكولاريزيشن باي بي سي آي أو باي كبج. البي سي آي ركبت شبكة أو عملت معاها بالون أنجيوبلاستي أو عملت إشي اسمه أثيروكتومي، شلت الثرومبس اللي مسكر الأرتري،
هاي اسمها بيركوتانوس كورونري انترفنشن. اما الكبد اني اعمل عمليه قلب مفتوح بدل مثلا ما المريض، اوقات المريض بيكون عنده مالتيبل ارتريز اوكلودد باي مور ذان 70% وذي نيد مالتيبل ستنت، فبدل ما انا اروح احط مالتيبل ستنت اللي ممكن تسكر، انا ممكن اعمل شيء اسمه كورونري ارتري باي باس جراف سيرجري لحتى انه يعني احل مشكله المريض. بدي بس هيك على السريع، احنا ما ضلش عندنا وقت، شو رايكم اخليها استنى شوي بس على السريع ارسم لكم كيف يعني الكورونري ارتري باي باس سيرجري بتصير. بدي افتح الوايت بورد. وارسم شغلتين البي سي اي وارسم قصه الكورونري ارتري باي باس سيرجري. ما حد، رجاء ما حد يرسم معي لانه امبارح الطلاب قعدوا يرسموا معي، ما حد يسيب البورد. اوكي اوكي نفرض انه هذا كورونري ارتري ونسكر جزء منه. لما بيعملوا بي سي اي اما بيشيلوا هذا الثرومبوس او البلاك بيقصوه، او بيعملوا بيجيبوا كاثيتر بيكون باخرها بالون كبير هيك يعني شوي اصغر. اوكي نفس الوقت بيلبسوا الارتري ستنت تو كي اوبن. الستنت هي عباره عن حلقه زي الخاتم بتخلي الارتري اوبن وبتمنع انه هذا يرجع يسكر لي الارتري. طبعا ممكن يعملوا فقط بالون انجيوبلاستي، ممكن يعملوا فقط ستنت، ممكن يعملوا ستنت مع بالون انجيوبلاستي، ممكن يعمل اثيروكتومي وبس، يعني بيعتمد على وضع المريض وهو شو بحاجه. هم يعني هاي شغله لها انديكيشنز والدكاتره ادرى منا. هلا مرات بيكون عندي انا ستينوسيس بمالتيبل ارتريز، افرض هيك هذول كلهم ارتريز. اوكي ماشي انا افكر هيك افكر هيك، عندي ستينوسيس هون، عندي ستينوسيس هون، يعني significant ستينوسيس، عندي ستينوسيس هون. هذا الشيء يعني انه حصلها بلاد سبلاي بطريقه كويسه. فبدل ما اركب السنتون والسنتون والسنتون اللي ممكن يفكروا يعملوا شيء اسمه باي باس سيرجري. شو هي الباي باس سيرجري؟ بيفتحوا فتحه هون اوكي وبيجيبوا فين من رجل المريض وبيوصلوها بهاي الفتحه بينزلوها لهاي المنطقه، يعني زي كيف وصله. فالدم لما بينزل لهون بدل ما ينزل لهون يلاقي الطريق مسكره، بيمشي من هون وبيطلع هون بيفوت وبيوصل للمنطقه اللي مش عم بيوصلها دم. بهالحاله انا قدرت اوصل هاي المنطقه دم باي باي باسنج المنطقه اللي فيها السينوسيس، وبهالطريقه انا بضمن انه يوصل البلاد سبلاي بطريقه طبيعيه للمريض وما يتاثر بالسينوسيس باستخدام طريقه يعني بدون ما استخدم مالتيبل ستنت. اوكي الكورونري ارتري باي باس سيرجري باي يعني كعملية هي عملية مش سهلة، عملية إلها complications لكن نتائجها أكيد أحسن بكثير من البي سي آي، عشان هيك هي إلها indication إن المريض يكون عنده multiple arteries فيهم occlusion، أو مثلا عمل بي سي آي وما ضبط البي سي آي أو مش قادرين يحطوا stent وقتها بيعملوا coronary artery bypass surgery. طبعا ممكن يستخدموا vein من المريض أو ممكن يستخدموا memory تبع المريض. أوكي هيك خلصنا، ما اظنش انه في مجال للاسئله لانه خلصت المحاضره. اذا حدا عنده سؤال كثير مهم عشان الامتحان يسالني بسرعه لانه خلصت المحاضره. في حدا عنده اي سؤال؟ اي رهف. صباح الخير دكتوره. صباح النور دكتوره. ايش الفرق بين الانجيو ايديما والبريفيرال انديما؟ يعني هلا البريفيرال ايديما انه ايديما ممكن تكون انجيو ايديما بس بالرجلين، يعني بتصير برايمرلي يعني بالاقدام، اما الانجي ايديما ممكن تصير بالرجلين باليدين بالوجه. يعني بقدر اعتبر الانجي ايديما للايس انه لا مش هيك، يعني انا لما بقول بريفيرال ايديما هي انه صار في عندي ايديما بالبريفري. الانجي ايديما يعني هو بصير ايديما وبنفس المنطقه، بس الانجي ايديما does not only affect البريفيرال يعني part it affects any place، وحتى بتكون more common بالوجه أكثر. يعني افتحي عليها شوفي كيف شكل المريض بيكون لما يكون عنده انجيو ايديما، ايديه وشه بيكون مبين انه متنفخ.
البريفرال إديما هي بس فوكس على البريفري، بتكون يعني مور لها علاقة بالأمنيوديبين. أما الأنجي إديما لا، بتصير بأي مكان، بتكون أصلا مور كومن بمناطق واضحة زي الفيسز والإيدين. تمام، شكرا دكتورة، غلبت. هلا مين كمان؟ عبد الله أو شيماء؟ شيماء بالأول. آية شيماء. صباح الخير دكتور. صباح الخير. هلا. هسا إذا جاني مريض ما هو هايبرتنشن وكان مخد أنسيد، بيكون لدرج في شويس لإله ديوريتكس؟ ليش؟ لأنه الأنسيد بيعمل الوتر ريسك اوف هايبركاليميا. بس انت عشان الريسك ليش بتقولي بدي اعطي تيازايد دايريتك عشان الريسك اوف هايبركاليميا؟ لا، هلا احنا مريض اللي بياخذ انسيد وعنده هايبرتنشن وصار عنده يعني ايزما، المفروض انه يوقف الانسيد اذا بيقدر، واذا بنعطي الادويه حسب الانديكيشن، يعني ممكن ياخذ دايريتك او ايس انهبيتر. لكن اذا مش قادر يترك الانسيد بفضل اني ابعد عن الايس. ليش؟ لانه بيزيد الريسك اوف هايبركاليميا. انت علي؟ فانا ممكن اعطي دايريتك او كالسيوم شانل انتاجونست. يسلم دكتورة. هلا. أيوة سناء، يعطيك العافية دكتورة. هلا. هلا، بقدر استخدم الديجوكسن في حال كان المريض عنده heart failure with preserved ejection fraction؟ لا، حكينا ما إلهوش فايدة. ديجوكسن بال preserved ejection fraction ما إله فايدة. heart failure low ejection fraction despite the use of standard therapy، يعني حتى كان مش دواء من البداية، هو not first line agent. بالدايستوليك هارت فيلير قلت لكم بالبريزيرف ديجكشن فراكشن حكيتها وموجوده بالسلايد بشكل فرانكلي، اتس نوت ريكومندد. ما ليش بدي اعطي ديجوكسن؟ ما انا الايجكشن فراكشن كويس، ما عندي مشكله بالايجكشن فراكشن. انا بعطي ديجوكسن بالسيستوليك هارت فيلير لارفع الكونتراكتيليتي واحسن الايجكشن فراكشن، بس بالبريزيرف ديجكشن فراكشن ليش بدي اعطي؟ لا، اتس نوت ريكومندد. اوكي تمام، شكرا دكتوره. هلا، في كان عبد الله رافع ايده بعدين بطل. بطلت يا عبد الله؟ في ضل حد عنده اي سؤال؟ مش شايفة أنا إيدي مرفوعة. خلصت المحاضرة، بديش أتأخر عليكم، وأنا عندي كمان لأنه محاضرة، فيعطيكم